ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. انا سمعت كل كلمة قلتها لعمتك، وعرفت انك قتلت ابوك وغيرت في الوصية، وطبعا انت عارف الشرطة تحت، ولو نزلت دلوقت وقلت كل اللي اعرفه اكيد هيتلف حوالين الرقبة دي حبل المشنقة. ايه رأيك انزل ابلغ عنك؟ ولحظتها مسك فارس رقبتها، فحست رندا بالاختناق وحست بان نهايتها قربت، وفضلت تحاول ان تبعد يده من على رقبتها بايديها الاتنين، ولكن قوة فارس اكبر من قوتها. اما فارس فكان بيشد بايده على رقبتها اكتر واكتر، وبعد شوية رمها على الارض ووقعت رندا على ظهرها وفضلت تكح. فاتكلم فارس وقال ده عشان اعلمك درس، ولو عملتي حاجة كده ولا كده المرة الجاية هخنقك بايدي بجد، وانت عارفة اني اقدر اعملها. وسابها ومشي. فقامت رندا من مكانها وهي بتتسند على الحيطة، وفي نفسها بتتوعد لفارس على اللي عمله فيها، وقالت والله لأوريك انا ممكن اعمل فيك ايه، كنت عايز تموتني، هتشوف يا فارس انا اقدر اعمل فيك ايه، اصبر عليا بس. اما فارس فغير هدومه وراح مع الشرطة عشان يستلم جثة والده، وبعد ساعات كتيرة استلم الجثة، وعشان يبعد عنه الشبهات قام بعمل عزاء فخم جدا لوالده، حضر فيه اكبر رجال الاعمال واعلى المناصب اللي في الدولة، وكان بيمثل قصاد الكل الحزن الشديد. وبعد يومين وبعد ما انتهى العزاء جه المحامي وقال اهلا يا فارس باشا، اتفضل في المكتب يا استاذ سامح. ودخل فارس ومعاه المحامي للمكتب، وقال فارس اتفضل حضرتك افتح الوصية. والد حضرتك كان مكلمني قبل ما يموت باسبوع، وكان قايل اني اجي استلم وصيته منه، بس من كتر الاشغال اللي عندي اجلت معاه. فارس وهو بيتظاهر بانه متفاجئ، يعني حضرتك مش معاك الوصية؟ للأسف لا، بس أكيد والد حضرتك محتفظ بيها هنا في المكتب. فارس بخبث وتمثيل، طب ممكن يكون بابا شايل الوصية فين في المكتب؟ ممكن في الأوراق الموجودة في المكتبة، أو في درج المكتب، أو في الخزنة، لازم ندور في كل مكان. وقام المحامي عشان يدور في أدراج المكتب، وبص الفارس وقال له وحضرتك دور في الورق اللي في المكتبة. وقام فارس وتظاهر بانه بيدور في المكتبة، وهو عارف كويس مكان الوصية اللي خباه في المكتب بنفسه، بعد ما قام بتقطيع الوصية القديمة اللي كانت بتنص ان فارس ليها النصف وفرح ليها تلت الاملاك والربع لعمته بهية والربع التاني لزوجته رندا، اما الجديدة مكتوب فيها ان جميع الاملاك بتخص فارس فقط. فنادى المحامي وقال فارس فارس باشا. خرج فارس من شروده بعد ما انتبه بان المحامي واقف قصاد الخزنة وبينادي عليه، فرد عليه ايوه يا استاذ سامح، تعرف كلمة السر بتاعت الخزنة؟ طبعا اعرفها، طب تعال افتحها حضرتك. وراح فارس عشان يفتح الخزنة، ومن جواه سعيد جدا انه قرب لهدفه. وبعد ما فتح الخزنة خرج المحامي جميع الاوراق اللي جواها، وفضل يدور
لحد ما لقى الوصية واتنهد بارتياح وقال أخيرا لقينا الوصية يا فارس باشا. ابتسم فارس بخبز وقال له طب اتفضل حضرتك عشان تفتحها وتقولي جواها ايه. لا مش هقدر افتح الوصية غير في وجود جميع الورثة. فارس بتفكير طيب عمتي موجودة فوق هطلع نادلها ورندا هانم وفرح مرات حضرتك اللي هي بتكون بنت عمك لازم كلهم يكونوا موجودين. طب رندا وعمتي موجودين بس فرح سافرت خلاص مش هقدر افتحها لما المدام ترجع من السفر. يعني ايه مش هتقدر تفتحها؟ بقولك انا الوريث الشرعي للاملاك دي كلها وهتلاقي بابا مسجل كل حاجة باسمي. يعني فرح دي ملهاش اي حاجة المفروض تفتح الوصية وتقراها. وحضرتك عرفت منين ان فرح ملهاش حاجة وان الوصية مكتوب فيها ان الاملاك كلها متسجلة ليك؟ ارتبك فارس من سؤال المحامي وفكر بسرعة وقال تخمين اكيد كل حاجة ليا. هو انا مش ابن سالم عز الدين بس المفروض معاك ورثة تانين زي عمتك ومرات الباشا وبنت عمك فرح لان انا وسالم باشا كنا اتكلمنا في موضوع الوصية ده من فترة وكأنه كان حاسس. كلمك؟ يعني قالك ايه؟ قال لي ان ورث اخوه احمد اللي كان من حقه هينقله لبنته فرح وبرضه ورث عمتك وورث مراته بس طالما المدام فرح مش موجودة مش هنقدر نفتح الوصية. حاول فارس ان يكتم غضبه ورد وقال ماشي هتصل عليها وهخليها ترجع وهبقى رن على حضرتك. طيب يا فندم استأذن انا بقى. وخرج فارس مع المحامي لباب القصر وطلع اوضته ودخله بركان من الغضب ففضل يكسر في كل حاجة قصاده في الأوضة وهو بيصرخ وبيقول حسابك بيتقل معايا يا فرح. انا هعرفك مين فارس سالم عز الدين دلوقتي ولا بعدين كده كده كل الاملاك باسمي وهترجع لي. وطلع تليفون من جيبه واتصل على رقم واتكلم وقال اللي قلت عليه يتنفذ بالحرف وانا اسبوع بالكتير وهبقى عندكم. بعد ما عرف من المحامي انه مش هيفتح اي وصية من غير وجود فرح اتجنن. وكان في الوقت ده حبسني في اوضتي يا دوب الخدم كان بيدخلولي الاكل باوامر منه هو بس وكانوا بيقفلوا عليا تاني. وكان حابس رندا في اوضتها وبرضو الخدم كانوا بيدخلولها الاكل بس في يوم زقت الخدامة وحاولت تهرب منها بس للاسف ما قدرتش لان فارس كان محاوط القصر كله بالحرس ومسكها ودخلها في الأوضة المهجورة اللي كان حابس فيها فرح وقفل عليها. طب ايه اللي خلاكي تقع من على السلم يا ماما؟ لما عرفت ان هو سافر وراح لكم قلبي اتقبض وخفت عليك انت واختك وكنت بحاول اخرج من الأوضة عشان اهرب بس كنت بفشل. كان عامل حسابه كان القصر محاوطه حراس من كل مكان وكنت فقدت امل الخروج خالص بس جه يوم وقررت ان احاول اخر مره وفي حارس شافني وطلع يجري ورايا اتكعبلت ووقعت من على السلم ومن وقتها وانا في الغيبوبه وفقت لقيت نفسي هنا. يعني فرح دلوقتي في خطر؟ سامحني يا ابني مش زعلان منك يا ماما. انا كل اللي عايزه منك انك تؤمنا بالسلامه وتبقي كويسه. ولحظتها دخلت الممرضة وهي بتقول معلش يا أستاذ كفاية كده ممكن تخرج عشان المريضة ترتاح؟ ماشي حاضر أنا برا يا حبيبتي لو احتجتي أي حاجة خليهم ينادولي. قال كده وخرج. وبعد ما خرج منير راح لسليم وقال له اتأخرت جوه كده ليه؟ وبعدين طنط عاملة ايه دلوقتي؟ فرح ما كانتش بتتوهم لما كانت بتشوف فارس يا سليم. ايه؟ ايوه فارس لسه عايش. يعني فرح دلوقتي في خطر؟ فقام منير بالاتصال باخته عشان يطمن على اوضاع فرح. وبنروح لسيرين اللي كانت قاعدة مع فرح وبتقول لها مالك يا فرح شكلك متغير ليه؟ مش عارفة قلبي مقبوض ليه ومش مطمنة.
إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. هو منير كلمك؟ أيوة اتصل من شوية، بس حسيت من صوته إنه في حاجة. ليه بتقولي كده؟ هو كان بيطمن عليكي، بس ده أخويا وأنا عارفاه صوته ما يطمنش خالص. ممكن يكون عنده ضغط شغل، ممكن. المهم ما دخلتيش النهاردة تشوفي ابنك وتطمني عليه؟ حاولت والله بس قالوا لي ممنوع. ما تقلقيش ان شاء الله هيبقى كويس. يا رب. رايحة اجيب اكل ومش هتأخر، عايزاني اجيب لك ايه معايا؟ لا خليكي هنا وانا هروح، اخاف لا تضيعي مني. لا ما تقلقيش عليا، مش هيحصل لي حاجة، وبعدين انا حفظت الاماكن هنا. ماشي يا ستي، هاتيلي زي اللي هتاكليه. ماشي 5 دقايق وارجع. وراحت فرح عشان تجيب الاكل، وهي ماشية في طرقات المستشفى حست بايد بتمسكها من خلفها، وقبل ما تطلع اي صوت سحبها ودخل لأوضة وحضنها بقوة. رايح فين يا منير؟ رايح القصر، بس مش هغيب، هرجع بسرعة. رايح تعمل ايه؟ ما تخافش مش هتأخر. لا مش هسيبك تروح لوحدك، انا رجلي على رجلك. لا يا سليم خليك جنب ماما، يمكن تحتاج حاجة وما تلاقيش حد جنبها، ولو في اي حاجة رن عليا بسرعة. وكان هيمشي منير ولكن نادى عليه سليم وهو بيقوله منير خلي بالك على نفسك ولو حصل حاجة كلمني. وهز راس منير بالموافقة وخرج بسرعة وتوجه للقصر. وبنرجع لفرح اللي اترعشت من الخوف اول ما شافت الشخص اللي بيحضنها، فكانت حاسة بان جسمها بيتكسر من شدة ايديه اللي ملفوفة حوالين وسطها وظهرها، حضن اشتياق وفي نفس الوقت انتقام من الماضي. وفضلت فرح ساكنة في احضانه ولكن بدون ما تبدلوا الحضن، فمن شدة صدمتها وخوفها جعلوها جسد بلا روح بدون اي حركة ولا حتى صراخ، واقفة وبس وكأنها مستنية عقابها. وبعد لحظات بعد جسمه عنها ولكن فضل ووضع ايديه على كتفها وبقى بيبص لوشها الباهت الخائف وحس وكأن طاقته بقت بتتجدد، ففعلا خوفها وضعفها بيجدد شعور جميل جدا وكان مفتقده من وقت ما مشيت. بيحب يشوف الخوف والضعف في عينيها، بيبص لجسمها اللي بينتفض ما بين ايديه وسامع دقات قلبها اللي بتعلى اكتر واكتر، وبص على شفايفها لانه اشتاق ليهم جدا وقرب منها اكتر واكتر وبسها بوحشية وبدون رحمة. فحست فرح بالاختناق وبقت بتحاول تبعد عنه لحد ما قدرت وبعدت، وحست بشفايفها اللي اتملت بالدم فمسحتها وبصت له باحتقار. اما فارس فبدون سابق انذار ضربها بالقلم على وشها من شدة قوته وقعت على الارض. وبنروح لمنير اللي دخل القصر وهو بيجري بسرعة وكأنه بيدور على حاجة معينة، ولقى الخادمة في طريقه وقالت له ايوه يا منير باشا في حاجة؟ اما منير فما ادلهاش اي اهتمام ودخل بسرعة للأوضة المهجورة اللي في القصر، ولقى باب الأوضة مفتوح ولكن مظلمة لدرجة انه مش قادر يشوف اي حاجة، وبدأ يتحسس على الحيطة لحد ما فتح النور، ولكن انصدم لما لقاها مرمية على الأرض والدم مالي المكان. وفي نفس اللحظة جريت الخادمة وتوجهت للتليفون واتصلت بالشرطة وقالت ايوه يا باشا عايز ابلغ عن جريمة قتل حصلت، العنوان قصر سالم عز الدين. قرب منها وهو بيبص لها اكتر واكتر ولقى السكين مغروس في قلبها وعينيها مفتوحين، فقعد على ركبته ووضع ايديه على عينيها عشان يغمضها وحاول يسحب السكين من قلبها، وبالفعل سحبه ورماه على الارض وقام عشان يخرج من الاوضه.
ولكن اتفاجئ بالشرطة قصاده وبصوت الضابط وهو بيقول امسكوه. فجريوا العساكر على منير، اما منير فكان بيحاول يبعد عنهم لانهم عايزين يلبسوه الكلبشات الحديد، ولكن شاور لهم الضابط عشان يتوقفوا. وقال منير بغضب: انتوا ازاي تتجرأوا وتقبضوا عليا؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ احنا عارفين حضرتك يا دكتور منير، عشان كده منعتهم يلبسوك الكلبشات. انا عارف انك دكتور مشهور وليك مركزك، بس القانون فوق كل شيء، وكمان ماسكينك متلبس جنب الجثة، عشان كده هتيجي معانا على ما نعاين البصمات ونحقق في القضية. يا حضرة الضابط، انت هتعرض نفسك لمشاكل انت مش قدها، فياريت تقول لهم يسيبوني. فشاور الضابط للعساكر عشان يبعدوا عنه، وبالفعل نفذوا امره واتكلم وقال: انا خليتهم يبعدوا عنك زي ما طلبت، بس ده ما يمنعش ان حضرتك هتيجي معانا وبهدوء ومن غير اي شوشرة لحد ما نحقق في القضية. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى منير هيقدر يثبت براءته من تهمة قتل رندا؟ وفارس ايه سبب تمسكه بفرح كده؟ تفتكره يكون بيحبها؟ ولو كده فعلا هي هتقدر تغفر له الدمار اللي سببه ليها؟ وابن فرح مصيره ايه؟ اكتبولي توقعاتكم تحت في الكومنتات، اكتبولي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو انت مش مشترك فيها فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.